بين مدارس سوريا واليمن قضى الأستاذ أحمد اليمني فترة مهمة من حياته، بذل خلالها كل شيء بيقدر عليه كرمال الطلاب، واعتبر أنه التعليم رسالة أكثر من أنه تكون مهنة. اليوم بيحكي الأستاذ السوري بفخر عن مسيرته مع التعليم وبيستذكر أولى خطواته فيها. أنا أحمد محمد اليمني، العمر 62 عام، قرية السرمانية ريف حماة، درست الابتدائي فيها والإعدادية والثانوية في جسر الشغور، والتحقت بجامعة دمشق قسم الجغرافيا، تخرجت عام 1985، وبعدها فوراً التحقت بالتعليم. وزمان كان التعليم بسوريا مختلف عن هي الأيام، إمكانيات المدارس صحيح كانت أقل، لكن جودة التعليم كانت أفضل برأي اليمني. كانت مدارس الريف في الثمانينات والسبعينات متواضعة جداً وغير مؤهلة تماماً لاستقبال كل الطلاب الموجودين بالريف، ولكن كجودي نوعي يعني كان الطلاب المميزون هم الذين كانوا ينتقلون إلى المدينة ليكملوا دراستهم الإعدادية والثانوية. بالنسبة لكثافة الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية كان كبير جداً، وهذا دليل على اهتمام المجتمع السوري بالتعليم، فكان يصل عدد طلاب الصف إلى أكثر من 50 طالب كان إعدادي أو ثانوي. كمان كان التعليم وقتها بيتميز بأمور تانية، مثلاً طول اليوم الدراسي ومستوى كفاءة الأساتذة. كان ما يميز التعليم في الفترة قبل 80، وهذه نسعى للعودة إلى وكأن نعيشها، أن التعليم كان عدد ساعاته أكثر، يعني الخطة التعليمية كانت كل يوم 6 ساعات، 4 ساعات قبل الظهر وساعتين بعد الظهر، يعني الطفل كان بالريف أو بالمدينة يعني يروح على البيت يتغدى ويرجع بعد الظهر، والمدرس هنا المثالية والجودة في المعلم، وكأني الآن أشاهد معلميني المحترمين كيف كانوا يمضوا الوقت كله وبرغبي في تعليمنا 6 ساعات. شغلة تانية مهمة هي المكان الاجتماعي اللي كان بيحظى فيها الأستاذ، وخاصة المنتدب للتعليم بمدارس المناطق الريفية. أيام المرحلة الإعدادية والثانوية في الثمانينات المدرسة كانت عرس، يعني عند الصباح تجد المدير واقفاً أمام المدرسة يستقبل طلابه ملتزماً، لابس اللباس وهندام أنيق حتى لو كان فقيراً لا شك، فكنا ننظر للمعلم أنه رمز. كان وضع المعلم السوري اجتماعياً، والمعلم الذي يأتي من المدينة أو من بلدة إلى قرية أخرى فكان بمقام الأب للجميع، مدلل، نأتي له بالحطب للصوبيا، نأتي له باللبن والحليب والخبز، كان فرد من أفراد القرية. حتى بعض المعلمين الذين يأتون من قرية من حماة، من طيبة الإمام، من حلفاية، من قرى بلدات الكبيرة حول حماة، منهم من استوطن في القرية ويبطل يرجع. وبجعبة اليمني قصص كثيرة بتبين العلاقة بين الطالب ومدرسه أو مدرسته. قصة جرت معي مع هذا المدرس لا أنساها بحياتي، جعلتني أعشق التعليم وألتزم لا أتأخر أبداً، لا أنا طالب ولا أنا مدرس. كنت قادماً من القرية يوم السبت وأنا في الصف التاسع، وكان باصاً واحد، باص خالد عاصي، بوسطة هي تنقل من القرى الغربية، من فورو، من جورين، من سرمانية، تنقلنا إلى الجسر، وكنا نركب على ظهر البوسطة أحياناً وبالشتاء. المهم الكلام كان في كانون أول، وأتيت متأخراً
الحارس دخلني، البواب دخلني لأني جيت قلت له جاي من السرماني. وصلت على الباب، دقيت الباب، الحصة الأولى تأخر 5 دقائق ما دخل. فماذا عملت أنا؟ فتحت كتبي، ما كان في ما عندي محفظة، لفة مطاطة الكتب. فتحت دفتر التاريخ وبدأت ألخص وراء. فعندما دق الجرس فتح الباب شافني أنا بدي لمنع بكتو، قال شو بسوي؟ هو شامي، لهجته شامية. حضرت الدرس وهي الملخص، ما خلاني أدخل. أخذني قبلني وأصبحت صديقا له بعد ذاك الموقف، وأحببت التعليم من ذاك الموقف. وبعد سنين من التدريس بسوريا قرر الأستاذ السوري أنه ينتقل لليمن. نقلة نوعية في حياتي بدأت من لقائي بأحد الزملاء مدرس تاريخ كان يدرس في اليمن، التقيته في منطقة الحفي، فمن حديث عم بادل، فقال يعني كثيرين نحن سوريين عم ندرس هونيكي، والراتب يعني يعادل 10 أضعاف الراتب هوني، فقال بما أنك أصلك يمني فأنت أولى. هون أنا مضيت العام الثاني في البلاد، في بلادي في اليمن البيضاء، فلكي أكون قريب من زوجتي فاضطريت انتقل إلى صنعاء، وهنا بدأنا مرحلة جديدة. بدأت مدرسا في مدرسة ثانوية عبد الناصر من أكبر المدارس أول عام، وكنت مسؤولا عن تدريس الجغرافيا الاقتصادية في القسم التجاري. ومع رجعته لسوريا سنة 2003 تفاجأ اليمني بالتدهور اللي صاب المنظومة التعليمية. عام 2003 كان نكسة بالنسبة لي، ليس لأني عدت إلى وطني سوريا، بل لأني وجدت التعليم في سوريا انقلاباً جذرياً. الصدمة الكبيرة بعد 3 شهور بالمدرسة أني أعمل امتحان، فوجدت طالباً يغش يفتح الكتاب، سحبت الكتاب منه وكأنه شفت أنا شغلة كبيرة، صدمة كبيرة يعني. فإذا الطالب يمسك الكتاب يا أستاذ ما بيصير، ليش عم تاخذ الكتاب مني؟ يا ابني عم تغش، يا استاذ كله غش، ما من حقك انت يعني. وكانه ثقافه الغش اصبحت عاديه. وبنهايه المطاف قرر افتتاح مدرسه على قياس طموحاته وامكانياته. وتوج عملي في عام 2022 بترميم مدرسه مدمره اللي نحن بها الان، التي نشطت العام الماضي أول عام دراسي 2022-2023. بعد أن قمنا بترميمها كانت مدمرة، فيها أكثر من 7 غرف مدمرة، جهزت لها المقاعد المدرسية كما لاحظتم اليوم، ساحات، ملاعب. وما يميز هذه المدرسة أنه فيها سكن داخلي للأيتام. والآن هذا العام الثاني والحمد لله نقوم بخدمة المجتمع كاملاً، من الروضة إلى الثانوي